سلام يا أصدقاء أوغريت، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم أنا بمكان مختلف جدا ومميز جدا. هلأ وصلت، رح أورجيكم رحلتي كيف كانت لحتى تعرفوا وين أنا بالضبط. هي الرحلة جدا مميزة، إذا كنتوا باسطنبول لازم تعملوا نهار تطلعوا في هذا المشوار اللي بياخد العقل. مكان غريب ما فيكم تشوفوه بأي مكان وبأي مدينة. اسطنبول هي المدينة الوحيدة المميزة بهيك شيء، لهيك تابعوا الفيديو للآخر، لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ويلا نبلش. أصدقائي، أنا هون وصلت كاباتاش لحتى آخذ العبارة البحرية. كاباتاش هذا الميناء البحري الموجود في القسم الأوروبي من اسطنبول. إذا بدكم تعرفوا تفاصيل أكثر عن كاباتاش فيكم تتابعوا فيديو المواصلات من الزاوية من فوق. طبعا في نوعين للعبارات البحرية، نوع هو تابع للبلدية ونوع هو شركة خاصة. أنا اخترت إني أطلع بالعبارة البحرية الخاصة بالبلدية باستخدام كارت المواصلات اسطنبول كارت. صراحة التجربة كانت كتير حلوة بالرغم من إنه كان الوضع كتير زحمة مثل ما كنتم شايفين بالسفينة، لكن الناس كلها مبسوطة وكل حدا عم بيلاقي طريقة يستمتع فيها بهي المناظر الحلوة. هلا أول شي السفينة شو بتعمل؟ بتروح على كنال القضاء وبعدين بتبلش جولة بين الجزر الثلاثة التانيين، يعني بتنزل بكنال القضاء وبتبلش بتكمل التور تبعها يلي رايح على الجزر الثانية بينزل هونيك. ومثل ما لكم شايفين المناظر الحلوة باسطنبول ما بتخبي حالها، النوارس فوقنا وكل الناس عم بتحاول الطعمية سميت. بهي العبارة موجود بوفيه مخدم وفيه كل شي ممكن تحتاجه، موجود مرافق عامة وموجود عم مبيع السميت اللي عم يتجول بيناتنا طول الوقت. أصدقائي هنن ثلاثة، كنال آيلاند، هيبلي آيلاند، وغراند آيلاند أو بيج آيلاند يلي بسموهم باللغة التركية أضلال، يعني الجزر. نحنا في وحدة من هي الجزر يلي بتشوفوها دائما لما بتكونوا عم تشوفوا إطلالة الأوتيل تبعكم، بتشوفوا من بعيد هيك جزر كتير حلوة. في وحدة صغيرة وأكبر وأكبر يلي هي أبعد شي بتكون البيوك أضا أو الجزيرة الكبيرة. اليوم أنا جيت على كنال آيلاند، كنال أضا هي بتكون أصغر وحدة، لكن اللي عرفت عنها إنه فيها أشياء كتير حلوة من منازل وشوارع وحتى شاطئ، لهيك اخترتها إنه تكون التغطية اليوم عنا، وبالمرات القادمة أكيد بنعمل تغطية عن البقية اللي خبرتكم عنها. Thank you.
هلا عم بتمشى بشوارع كنال القضاء، رح احكي لكم شوي ليش هيك اسمها ومين هن السكان الاصليين تبعات كنال القضاء. اسمها جاية من قنا يلي هي الحنة، كلمة قنا يعني حنة باللغة التركية، وقنالة هي المحنة. بيقولوا انه قنالة قضا من زمان كانت بتبين من بعيد لونها احمر فسموها قنالة قضا بسبب كثرة نوع النباتات يلي لونها احمر وارجواني اللي بتغطي الجزيرة فسميت بهذا الاسم. وبيحكوا انه السكان الاصليين من زمان غالبية الناس اللي كانت ساكنة هون هي من الارمن، وبعدين بدأت الهجرة تجي، يعني بدأت الناس تهاجر لكنا القضاء، وبدأوا الأتراك والملل الثانية المختلفة تجي وتستقر هون بكنا القضاء. كلكم سر بصراحة، أنا هي أول مرة بزور جزيرة سواء باسطنبول أو بأي مكان ثاني، وللأمانة تجربة جدا مميزة. يعني ما خطر لي أبدا أنه تكون هيك الأجواء بالجزيرة هلا، بالرغم من أنه نحن بالصيف وشوب، لكن الطقس هون كتير حلو معتدل، وبتحسوا أنه هيك في شي بيشرح النفس. الشوارع بتاخر لعقل، حارات صغيرة وضيقة وكل شيء جنب بعضه. مثلا صورت لكم محل الخضار جنب الفرن، جنب القصاب، جنب بائع الأشياء الثانية اللي هي مستلزمات البحر، بما أن الشاطئ قدامنا مباشرة، والناس قاعدة بالكافيه عم تشرب قهوة وتسلم على بعضها، وأهم شيء أنه الناس كلياتها بتعرف بعضها، الجيران عم يحكوا مع بعضهم من على البلكون. البيوت صغيرة والبنايات هيك ناعمة وقصيرة، وكتير كتير الأجواء مميزة ومختلفة. طبعا في كتير سياح هون بالمنطقة، وفي ناس كلها جاية زيارة ليوم واحد مثل ما أنا عاملة هلأ، لكن في ناس مستقرين وعايشين بالجزيرة يلي بيكون عندهم مثل بيت صيفي، بيطلعوا بالصيفية مثلا بس بيستقروا هون، وفي ناس بيضلوا عايشين طول الوقت. المهم إنه الأجواء هون كتير مميزة وكتير حلوة. كنال القضاء بالرغم من انه هي اصغر الجزر، لكن النشاطات اللي ممكن تعملوها هون كتير ومتعددة، واهمها انكم تركبوا على البسكليت مثلا، هذا النشاط الشهير في الجزيرة. ما في حدا بيجي لهون وما بيجرب انه يسوق بايسيكل، والنشاط اللي كتير مهم انكم تسبحوا، لانه في شواطئ هون مأجورة فيكم تاخدوا منهم نوشيز لون وتدخلوا، وفي مرافق عامة وأماكن للحمام وكل شيء. فيكم تستمتعوا بنهار كامل على الشاطئ هون، الشواطئ ليست رملية، ممكن بس المي نظيفة، مية البحر كتير حلوة. أنا هلأ رح أدخل على كافيه، واحدة من الكافيهات يلي على الشاطئ، وأورجيكم الشاطئ تبعهم. ممكن أنتوا تقضوا نهار سباحة وبعدين تطلعوا تسوقوا بسكليتات مثلا وتتفرجوا على البيوت والشوارع يلي هي بالجزيرة، ممكن تتسوقوا وتتصوروا. كتير العادات حلوة هون، وفي أماكن مخدمة كتير، هي في أماكن للغداء، مطاعم، محلات للتسوق، كافيهات حلوة، وفي محلات بيستري شوب، تاكلوا بريك تركي، تشربوا شاي على البحر لأنه البحر جنبكم فعليا والنورس فوقكم مباشرة. يعني كتير كتير الجاية لهون المشوار بصراحة كتير حلو، بس بدكم هيك ناس بتنبسطوا معهم تجيبون على هيك رحلة، فبعتوا هذا الفيديو لناس بتشتهوا وبتتمنوا انه يكونوا معكم بهيك مشوار.
طبعا لما بنكون باي مكان ساحلي باسطنبول اكيد بنحكي بلق اكمك فورا، يعني خبز وسمك. محلات البلق اكمك موجوده بكل مكان، وطبعا في عندهم خيارات ثانيه. هلا صار وقت الغداء، شفت محل عجبني والابي كان قبل شوي عم بيقول لي انه تعي جربي الاكل عندنا، الابي هذا اللي واقف ورا. فهلا رح نجرب الغداء عندهم. طبعا هو مكان شعبي مثل ما لكم شايفين، رح اشوف شو في عندهم خيارات، احكي لكم عن الخيارات اللذة والاسعار. اللي ما بيعرف عن أكلة البلق أكمك أو صندوشة السمك المشهورة بالمناطق الساحلية باسطنبول، حاحكي لكم عنها هلأ لمحة سريعة. هي عبارة عن سمك فيلة بينحط بالخبز الصموني اللي هو الخبز التركي مع خضار منوعة. في ناس بيعملوها بخبز الصاج اللي بيسموها بلق درم. هلأ هي اللي صورت لكم إياها أكلتها بهذا المطعم هي بلق درم، عاملينها كمان من سمك الفيلة ومع خضار بصل وفليفلة مع ماء بهارات مشكلة. بس طبعا يلي أنا ضايقتها باسطنبول عن محل بكاراكلاي كانت أطيب بصراحة، يعني اليوم فينا نقول ما أشبشي، سعرها ما كثير غالي، بس اللي أكلتها أنا باسطنبول كانت أطيب. فيكم تشوفوها من هذا الفيديو، أنا ضايقتها بمحل اسمه ماريو يمكن بكاراكلاي بفيديو ستريت فود، فيكم تشوفوها من هوني وفيكم تجربوها اذا كنتوا شي نهار بكراكاي. المهم هلا راح اجرب البسكليت يلي بالجزيره، وراح نطلع على التله تبع الجزيره لحتى نشوف المنظر من فوق بشكل كامل. بصراحة التور بالبسكليت هي يمكن من أحلى الشغلات اللي ممكن تعملوها بالجزيرة، لأنه لما تجي لهون رح تحسوا بفرق غريب. بالبداية ما رح تعرفوا إيش هو هذا الفرق، بعدين رح تكتشفوا إنه هذا الفرق هو عدم وجود السيارات. عدم وجود السيارات عاطي المكان طابع وجو مميز جدا، طبعا مع وجود هي العربات الكهربائية. ما بعرف إذا كنتوا بتعرفوا إنه من زمان كان في عربات بتجر الخيول موجودة بالجزر، وكانوا الناس يتنقلوا ويطلعوا مشاوير فيها، بس بعدين شالوها. أول شيء مشان رفقا بالحيوانات، وثاني شيء لأنه الجزيرة كانت عم بتصير ريحتها كتير سيئة بسبب مخلفات الحيوانات، فحولوها لعربات كهربائية مثل هاي اللي مرقت قبل شوي. وهي العربات كلها ممكن الركوب فيها عن طريق إسطنبول كارت. إسطنبول كارت هو كارت المواصلات اللي بتستعملوه بإسطنبول وبتركبوا فيه المواصلات العامة. ما عليكم الا توقفوا هون على الدور، في موقف لهي العربيات، وبتدخلوا على الدور يعني وبتستخدموا كارتكم وبتطلعوا للمكان اللي بدكم اياه، لانه الجزيره هي كلها عباره عن طلعات ونزلات. فاذا بدكم تطلعوا للطرف الثاني من الجزيره او تشوفوها من الاعلى مثل ما انا هلا بحاول اعمل، بس انا طالعه بالبسكليت وتكسرت. ف المهم هي العربات بتوصلكم للمكان الاعلى بالجزيره. هلا انا شوي بالتله نوعا ما عاليه، بس طبعا لسه في اعلى من هيك، لسه في قدامي طلعه كثير طويله، رح اشوف اذا رح اقدر اطلعها او لا. بس بالعموم التجربه كثير حلوه واكيد بنصحكم فيها. قريت معلومة بصراحة لفتتني نظري عن كنالة أضل، الجزيرة المحنة اللي نحن فيها اليوم، إنه من زمان كانوا ياخذوا الصخور والأحجار من هي الجزيرة لحتى يبنوا السور البيزنطي والروماني الموجود في القسطنطينية يعني في اسطنبول. فهذا الشيء خلاها تصير أرضها كتير مزعزعة وغير ثابتة، يعني ما لها متينة. هذا الشيء اللي أثر عليها بشكل سلبي، إنه من زمان كانوا يستخرجوا منها هي الصخور والأحجار اللازمة لبناء هي
الأشياء الضخمة اللي نحن موجودة هلأ على وقتنا باسطنبول ومنشوفها بنحس أنه هي شيء كتير عظيم كانوا ياخدوها من قنال قضا، وأنه هي الناس الأصليين كيف تشكلوا فيها بالزمانات لما كانوا الناس تهاجر الجوتشمان أو المهاجرين يجوا على اسطنبول، ففي فترة من الفترات عاشوا مشاكل وصاروا يطلعوا من هناك، فلما طلعوا بلشوا يروحوا للجزر ويستقروا فيها ويأسسوا فيها بيوتهم وأشغالهم لحد ما صاروا هن عن جد السكان الأصليين لهي الجزر. وهلأ وين ما لكم ماشيين بتشوفوا ناس أتراك لكن غير مسلمين، هنا من أصول يونانية أرمنية وكتير من المختلفة، وطبعا كتير التآلف حلو والانسجام واضح عليهم، ناس طيبين وحلوين ومضيافين كتير. أنا تعرفت على أكثر من حدا هون، هنا متعودين على الأجواء اللي عندهم الجزيرة إنه هنا مكان مميز والناس عندهم بتجي هيك بتتفرج وبتعيش أجواء حلوة بتروح، فرح تحسوا بهي هيك الروح اللي عندهم. وبس يلا خلينا نكملها. قبل ما أجي على قنال قضا سألت أصدقائي الأتراك واستفسرت منهم إنه بأي جزيرة بتنصحوني أبلش قصر، فقالوا لي قنال قضا لأنه هي الأصغر والمشوار فيها سهل ممتع ما له متعب، بتقدري تخلصيها بيوم واحد، ويعني بشكل عام إنه فيكي تعملي كتير أشياء حلوة فيها بدون ما تتعبي. لكن بالرغم من إنه هي أصغر جزيرة مثل ما هن فعلا خبروني، جزيرة أبدا ما شفتها صغيرة أبدا، يعني فيها تفاصيل كتير. التور اللي طلعت على البسكليت ورجتني حارات شوارع مناظر بصراحة جعبالي كل شوي أوقف وأصور، جعبالي أخلي الكاميرا مفتوحة طول الوقت لأنه المناظر شيء بياخد العقل بجنن. الطاقة اللي حسيتها هون، الانرجي اللي هلأ أنا حاسة عندي موجودة ما ممكن وصفها، يعني المكان كتير مميز والأجواء كتير حلوة، الرحلة كتير كتير مميزة. وانصحكم عن جد من كل قلبي انكم تجوا انتم واصدقائكم اللي بتحبوهم لانه كتير رح تستمتعوا، يعني ما رح تشوفوا ابدا زحمة سيارات، اصوات سيارات، اصوات ناس طول الوقت، اصوات نوارس، صوت السفينة الفابور يلي رايح عم بينزل ناس وعم بياخد ناس غيرهم طول الوقت، هيك انتو عايشين بمكان طبيعي جدا جدا. الناس حتى اللي ساكنة هون قلتلكن انه هن بينزلوا بيتسوقوا اغراضهم على هي العربات الكهربائية او على البسكليتات، فالاجواء خيالية بصراحة، بتحسوا حالكم هيك بمكان من الاحلام، يعني انه انتو بالمنام كأنه ما عم بيتوا بيستيورون مانيليا لبارما قايمكلو داها جزا قايمكلو لورسا داها جزا. وطبعا من اساسيات زياره الجزيره انكم تاكلوا ايس كريم لانه محلات الايس كريم على طول الطريق، فعندهم ايس كريم انا اخذتها في القايمك قايمكله يعني بالقشطه كثير طيبه بصراحه، فهي من الاشياء اللي لازم تحطوها ببالكم لما تجوا لهون، غير انكم تتجولوا وتتفرجوا على البيوت الحلوه وتتعرفوا على الناس اللطيفه وتاخذوا صور حلوه وتنزلوا على البحر وتاخذوا تور بالبسكليت الجاية عن جد عن جد لا يمكن وصفها. أنا هذا المشوار بعتبره من أحلى المشاوير اللي عملتها بحياتي. قد الناس بتقول إنه راحت على الجزيرة وصورت الأضلال وعملت هاي القصص، بس أنا اليوم حسيت إنه العيشة يعني إنك تعيش اللحظة أو إنك تجي وتجرب بنفسك غير كل الوصف وغير كل الكلام اللي سمعناه. المهم أنا هلا وصلت على البابور على المينا يلي وصلت منه لحتى أرجع لإسطنبول، فبدي أودعكم إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معي بهاي الجولة الحلوة بهذا المشوار اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا واستفدتوا من المعلومات. تابعوني الأسبوع القادم بفيديو جديد بمكان جديد. أنا علا من أوغرب، وصلت السفينة يلا نرجع سوا على اسطنبول، رح أصور لكم رحلة العودة ودابة الآيس كريم دي ألحق أكلها قبل ما أطلع.
قبل ما اطلع بسفينه الرجعه بدي اقول لكم على شغله، انه حتما ضلوا للمسلوات ما تغيب الشمس بالجزيره، ما تروحوا قبل ما تروح الشمس لانه لازم تشوفوا الوقت هيك المسايا عند الغروب، شد حلو مميز.